السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال أمين غويري بعد مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا شارك الدولي الجزائري أمين غويري مع فريقه رين الفرنسي أمام باريس سان جيرمان، وانتهت المباراة بهزيمة فريقه ب3 أهداف لهدف واحد. وكان الهدف الوحيد لفريقه من توقيع أمين غويري. وبعد نهاية المباراة خرج أمين غويري بتصريحات بخصوص التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري، حيث قال: أنا متحمس جدا لخوض المباريات مع المنتخب الجزائري، وأنا جد متحمس للعب أمام الشعب الجزائري. وأضاف أمين غويري في نفس السياق: كانت هناك تبادلات كثيرة رفقة عائلتي بخصوص اختيار تمثيل المنتخب الجزائري، وفكرت كثيرا في الأمر مع عائلتي وحتى شخصيا، وانتهى الأمر بقرار جميل وهو تمثيل الجزائر. وأضاف بخصوص المنافسة الكبيرة في هجوم الخضرة: أنا دائما موجود، وبالتأكيد المدرب لديه قرارات وأنا أحترمه. وكما شكر أمين غويري الشعب الجزائري بعد الترحيب الكبير به: ونتمنى أن نجعلهم فخورين. وأنتم مشاهدينا الكرام، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.